اهلا بيكم، انا دكتور حسام زكي، استشاري علاج تاخر الحمل ووسائل الاخصاب المساعده. نتكلم في موقع سوبر مامو. ايه حكايه الوسائل الاخصاب المساعده؟ زي ما التعريف بيقول، هي وسائل بنحسن بيها الاخصاب، وهما الحقيقه بينقسموا الى قسمين اساسيين: وسائل خفيفه زي ننشط تبويض، زي تلقيح اصطناعي، ده استخدام تقنية خفيفة أو بسيطة، أو استخدام بقى تقنيات عالية زي طفل الأنابيب والحقن المجهري. طب أنا مش فاهم يعني إيه الفرق ما بينهم. تعالي نتكلم بصورة مبسطة قوي. لو الإخصاب هيتم داخل جسم الزوجة يبقى ده اسمه وسائل خفيفة، سواء كان تنشيط تبويض أو تلقيح صناعي. إذا كنا هنطلع البويضات بره ونشرف أو نخصب البويضات بره في المعمل، ده اسمه هنستخدم بقى تقنيات عالية اللي هي طفل الأنابيب والحقن المجهري. في فرق بينهم؟ طبعا كتير. الفرق ما بين إن احنا بنشرف على كل مراحل بداية الحمل، أو بمجرد ان احنا بنساعد بان احنا ننشط التبويض وندخل الحيوانات المنويه في الوقت اللي احنا متخيلين ان البويضه لما تقابل الحيوان المنوي هتكون لنا جنين كويس.